للجسم عشان نرجع، وهنعمل لقاء عن مبادرة مهمة جدا بعد كمان لقاءاتنا في الأسواق، وطول اليوم متابعين حالة البورصة، حالة المرور، حالة الطقس، كل ده معانا في صباح القاهرة. وأول فقرة معانا دلوقتي صباح الرياضة. للجسم عشان نرجع، وهنعمل لقاء عن مبادرة مهمة جدا بعد كمان لقاءاتنا في الأسواق، وطول اليوم متابعين حالة البورصة، حالة المرور، حالة الطقس، كل ده معانا في صباح القاهرة. وأول فقرة معانا دلوقتي صباح الرياضة. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في الفقره الرياضيه من برنامجكم صباح القاهره. النهارده عندنا تمرينه مهمه جدا خاصه بعضلات الاكتاف، تمارين كتير قوي متنوعه بخصوص الكتف، ومش ناسي ان الكتف اصلا بيشارك في عمليه لو جيت العب بنش او جيت اسحب بلعب للظهر، فارهاق كتير على المفصل. طب هي التمارين الاساسيه اللي انا اقدر العبها ويكون عندي عضله الكتف كويسه؟ النهارده هنشوف مع بعض. تعالوا نشوف اول تمرينه ونرجع تاني نكلمكم. اول حاجه تمرين بريس بنستخدمه على جهاز زي كده، بيكون الظهر مستقيم، اتاكد ان كل حاجه تمام. ببتدي امسك الدمبل طبعا بعد ما بكون سخنت كويس بالشكل ده، واقعد على الديسك ظهر مفرود وارفع الدنابل. طبعا ببدا بيبقى عند ودني بالشكل ده، واطلع واحد اتنين. للجسم عشان نرجع، وهنعمل لقاء عن مبادرة مهمة جدا بعد كمان لقاءاتنا في الأسواق، وطول اليوم متابعين حالة البورصة، حالة المرور، حالة الطقس، كل ده معانا في صباح القاهرة. وأول فقرة معانا دلوقتي صباح الرياضة. الجانبيه بتاعت الاكتاف. التمرين التالت والاخير وهو خاص بالخلفيات، عضله الكتف ثلاثه، امامي جانبي. شوف التمرين الخلفي، بمسك الدنابل بالشكل ده، ببتدي اوطي بشكل زي كده، ركبتي متنيه سنه صغيره عشان العمود الفقري، وببتدي بطلع لفوق بالشكل ده من غير ما احرك اي حاجه تاني في جسمي باستثناء العضله طبعا. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. اشمعنى دي لعبناها عشرة ودي عشرة ودي ثمانية؟ طبعا أنا بفضل إن العضلة الجانبية والعضلة الخلفية تكون النتيجة أفضل وأحسن كتير. ورجعنا لكم مشاهدينا، وزي ما متعودين لازم بنتابع حالة الأسواق، الأسعار، توافر